في حياتك الباقيه. طيب بصوا يا جماعه، يعني طبعا النهارده يمكن البعض ممكن يشوف ان في وفاه ناس قريبين منك كاصدقاء او كفنانين، ممكن هنا البعض بيشوف الموضوع بمشاعر واحاسيس مختلفه، لكن بنيجي في لحظه الوفاه اكيد هي بتكون ثابته للجميع، وهي ان احنا نترحم على كل موتانا. النهارده رحل عن عالمنا الفنان والشاب المصري الاصيل الجدع الفنان مصطفى درويش. مصطفى درويش من الفنانين القلائل جدا اللي الواحد يعني فعلا بيعتز بيهم جدا على المستوى الشخصي من ناحية الصداقة، وأيضا من ناحية الشطارة والجانب الفني. مصطفى درويش رحل عن عالمنا، أنا عمري يناهز 43 عاما. وطبعا يعني مصطفى ما شاء الله يعني قدم أعمال كتيرة جدا أو متنوعة ومختلفة، ما يقرب قرب يعني 40 من عمل درامي أو حتى كمان سينمائي، ما شاء الله أعمال فنية مختلفة. ولو بنتكلم على بداياته من الجانب الفني، فهو كان الموضوع بدأ معاه يعني بالصدفة البحتة. ليه؟ مصطفى في الأساس هو كان راجل شغال في شركة اتصالات ولها اسمها ومعروفة، وما شاء الله كان مكسر الدنيا فيها وناجح، وكان كمان يعني وصل يعني داخل الشركة دي ان هو بقى مسؤول كبير جواها، وبالرغم من ذلك ان هو برضو كان جواه شغف وحتة كده حبيبها من الجانب الفني. وده حصل معاه في يوم من الايام لما قابل المخرج خالد يوسف وقرر ان هو يعمل معاه فيلم على ما اعتقد كف القمر. ده كان اول فيلم عمله، وكان طلع فيه دور ضابط شرطه. مصطفى بعد كده تولت عليه الاعمال الفنيه من شركات الانتاج، وما شاء الله يعني عمل شغل كبير جدا ورائع في كل عمل والتاني، يعني تدرج بالاعمال بتاعته بادوار صغيره ثم اكبر، وبعد كده ابتدى الموضوع معايا يعلم الى حين بقى ايه اللي بالنسبه لنا شفناها، يعني كانت طفره كبيره ونوعيه مش بس لمصطفى، لحتى لكل الفنانين اللي كانوا مشاركين في العمل ده. كان مسلسل 100 وش مظبوط طبعا للمخرجه كامله ابو ذكري، وكان عامل دور فظيع جدا والناس كلها يعني اشادت بيه وبعمله. ده الجانب الفني طبعا، وبعد كده تولت الاحداث الفنيه معاه ما شاء الله يعني بصعود وبشكل كبير قوي. لكن انا حابب اتكلم على الجانب الشخصي عنه. الجانب الشخصي ان هو دايما يا جماعه لازم نتكلم عن كل واحد كان في يوم من الايام بيبادر حتى لو بكلمه طيبه او بشيء كويس نذكرها ونقولها. ليه؟ طبعا في البعض ممكن في الدنيا ما بيحبش يتكلم عن اعماله الخيريه، يقول لك انا بحب دايما اعمل ده حاجه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. بس تيجي تشوف بعد كده الراجل ده كان بيعمل ايه، الراجل ده ما كانش يعني في حاجه فيها خير الا وكان موجود جواها. ما فيش حاجه ممكن تلاقيها فيها تجمع لشيء معين خاص بالخير وباي حد هتلاقيه برضو موجود فيها. مصطفى ما كانش بيتاخر على اي حد سواء كان من القريب او حتى البعيد او الغريب، اللي هو بالنسبه له ما كانش لا بعيد ولا غريب، كان برضه قريب. وعنده المشروع الخاص بتاعه، المطعم بتاعه اللي كان يعني ما بيتاخرش على اي حد، اللي معاه بياكل اللي مش معاه بياكل، هتلاقيه في كل مكان دايما. سيره مصطفى ما شاء الله يعني بتذكر بالخير، وده العمل والسيره الطيبه والعمل الصالح. من شويه ما شاء الله يعني صلاه الجنازة ما شاء الله كل الناس يعني بتتكلم عليه بكل خير، وكلهم يعني بيترحموا عليه، وإن شاء الله يكون يعني في مكانة أحسن من مكانتنا. طبعا البقاء لله لأهله والأخوه والكل محبينه يعني.